خد يا عم. ايه ده انا مديك 100. لا هم 50 بس. 100 ايه؟ انت هتنصب عليا مديك 100 والناس شهاده؟ انت مجنون ولا ايه؟ خلاص يا بيه خلاص. فين يا بيت انت؟ شوف النصب. خلاص يا استاذ. خلاص يا بيه. خلاص يا بيه. خلاص يا باشا. هات لي بنسوار. غيروا الصنف بقى واستنضفوا. هات لي بنسوار عندك. في حاجة عجبتك؟ بصراحة أنا عايزة خاتم حلو قوي، يعني من الآخر كده مفيش زيه. لمين؟ لواحد. حبيبي؟ لا حبيبي إيه ده، خطيبي. ها تقدري تقولي لي هو عنده كام سنة؟ كام سنة إشمعنى؟ عايزة أعرف اتولد إمتى وفي شهر كام؟ هو اتولد في شهر 11 زي قبل بتلات أيام، يوم 18. أنت عقرب؟ ايه عقرب ده؟ لا انا ماليش في الكلام ده. ثواني. 11 11 11 11 كده؟ انت لسه هتقرا؟ ايوه. تمام. يبقى ناقص تقولي لي حاجه واحده. ايه بقى؟ اتولد الصبح ولا بالليل؟ لا دي معرفهاش، معلش عدي لي دي. اسمعي الكلام، اتصلي بيه واساليه من غير ما تقولي له على الهديه. ماشي هساله. هسالوش ليه؟ الو الو، عامله ايه؟ انا كويسه. خد يا حبيبي، خد ده على السلم. لسه ما روحتيش؟ لا لسه ما روحتش يا بنت. قلت لك اوعي روحي بقى. بقول لك ايه، هسالك سؤال وتجاوبني عليه ونتكلم بعدين، ماشي؟ انت اتولدت الصبح ولا بالليل؟ لا مش هقول. قول لي بس. لا خلاص خلاص خلاص. اتولدت الفجر يا ستي. فجر؟ خلاص مش دلوقتي، قلت لك بعدين. يلا سلام بقى. سلام. تمام. ما قلتليش اسم خطيبك ايه؟ اسمه الحسن. الحسن، يا سلام، الله اكبر، ما شاء الله يا الحسن. بص يا ستي، انا محضر لك حاجه تستاهل انك انت تهديه بيها. اتفرجي بقى. سلام. ايوه يا فتون. ايوه يا بنت، انت فين؟ عايزه مني ايه دلوقتي؟ انجزي عشان الفرح. لسه الساعه 4 يا فتون، الفرح مش هيدور قبل 8. بسرعه يا بنت. لا ماشي حبيبتي، الف مبروك، الف الف مبروك. سلام بقى. سلام. بصي بقى، الخاتم ده فيه حجر كريم بيألف بين الاحباب لغايه الممات. ده حلو قوي. هو مش غالي قوي بس صنعته متكلفه. كل بلد وليها شيء. شويه بس الزغوطه كده،
انا عايز احلى سلام للناس التمام، للناس اللي مشرفانا ومنورانا ومكبرانا. ابو هناء سيد المعلمين الكبير اوي، معلمي سمعني عظيم يا مصر. هو جاي يبارك نمشي على طول. يبارك فيك. يلا يا حسن تعال. تعال سيبك مني. عايش في الدنيا دي سكة وعايش فيها على تكة، بداري لقاها بالضحكة. أخدت ليه يا صاحبي بقاله كتير. عايش فيها على تكة. ركز معايا يا هاني. ربنا يحميك يا حسن. ما تتصورش أنا مبسوطة قد إيه بمديتك دي. بقول لك إيه؟ مين الواد الرشاش اللي كان بيرقص جوه ده؟ ده عيل مبرش ملوش اي لازمه، تلاقيه مش داري باللي بيعمله، يبقى ابن عم العريس. والغل اللي كان في عينه ده وسنب ورشاشات، الواد حاش نفسه عني بالعافيه. ده كل اللي في الفرح متدهنين. انا كنت عايزه استاذنك اروح ابات بره النهارده عند ام ميزو، يعني عشان اسيب العرسان وبنت الدخله وكده. انا تكره ولا عايزه حاجه؟ لا مع ألف سنة. إيه إيه لا عايزة حاجة طبعا. افتكرت أنا جبت لك ده هدية. حلو؟ ما ينفعش تجيبي حاجة ما تعجبنيش. يعني حلو من الآخر؟ ده بقى ما يتقلعش من إيدك خالص، مفهوم؟ لا عايزة سلامتك. هستنى تليفون. مع ألف سلامة، هستنى تليفونك يا حسن. قاعد كده ليه يا حاج؟ مستنيك يا حبيبي. مش برد عليك كده. خش غير وجهي. تعالى يا الحسن. مالك يا حبيبي؟ تعبان يا حاج. مش مبسوط. ليه؟ احكي لي. انت عارف ابنك يا حاج عمر ما كان بتاع مشاكل، ولا عمري اذيت حد ولا جيت على حد. انت دايما مربيني على كده من اول يوم. بس انا شفت في فرح اهل عسليه النهارده وجع قلبي. الناس دي مش شبهنا يا حاج.
شبهنا والله. وعسليه، عسليه اللي وعدتها وربطتها بيك. شوف يا الحسن، في حاجات في الدنيا العقل لازم يسوقها، وحكمك عليها لازم يبقى بالتفكير، وانت ما شاء الله عقلك يوزن بلد. نيجي بقى للي انت فيه دلوقت، لما قلبك يحرن على عقلك تعمل ايه يا الحسن؟ تعمل اللي يمليه عليك ضميرك يا ابني وانت مستريح. صعب يا ابو الحسن. ربنا يخليك يا ابا. بس بسم الله ما شاء الله، الواد ايه زي البدر وشكله كده طيب وابن حلال. الحسن، الحسن ده ملاك نازل من السما، بس ربنا يستر يا مميزه وتكمل على خير. الله ان شاء الله يا اختي تكمل على خير. ايه قلقانه من ايه؟ أصل بقالي فترة كده بحلم أحلام غريبة، بصحى من النوم مرعوبة يا مميزو. من الشيطان الرجيم. تعالي حطي جنبي كده وتدفعي على الشمال واحكيلي مني شفتي ايه. مرة شفت حد بيقص لي شعري، وشي سناني بتقع، وشي أسود. ده أنا ساعات بصحى من النوم مش قادرة أخد نفسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وتفي على الناحية الشمال. هو معناته ايه ده يا مميزو؟ عندك تفسير للأحلام دي؟ خير إن شاء الله، ربنا يستر. اشربي الشاي، اشربي اشربي. أنا مش قادرة أشرب حاجة. امسكي، أنا تعبانة قوي. ما تفسحي شويه يا اختي كده، واخده السرير كله يا معروف. احنا تعبانه ما ارتحتش طول النهار، عايزه انام. الله، ما انت واخده نص السرير. الله، حبيبتي الف مبروك. يبارك في عمرك، ربنا عقبالك يا بنت. مبروك يا ست الستات. الله يبارك في عمرك، ربنا يخليك. هو انتوا جايين مع بعض؟ لا، اللي جايين مع بعض، انا قابلته على السلاله. مبروك يا علي. بارك فيك يا سلام. سيد الرجاله راشد. صباحين برك يا حبيبي. تعالى. لا مستعجل. تعالى اشرب حاجه. مستعجل يا جدع. انا مش هعمل حاجه لحد، انا عروسه. خش اعمل لنفسك. اعملي لنا شاي تونه. طب جميلني يا اخي، ده النهارده صباحيتي. صباحيتك عدى عليها 8 سنين وانا انت عارفين. وانت لازم تفكرني. شاي. ايه ده؟ تعالى يا راشد. دي بقت حاجه تاني. تعالى. شفت ابن عمك ذكر ازاي؟ اتظبطت بعد الجواز. ايه يا مين دي اللي اتظبطت بعد الجواز؟ ما انت طول عمرك قامتني. تاخد كم معلقة سكر يا راشد؟ معلقة. لما انت طول عمرك بتاخد اتنين. خليهم معلقة. عقبالك يا راشد، يلا شد حيلك. اللي نفسي فيها مش راضية بيا. ليه يا عم؟ هو في حد يرفض جدع ابن بلد زيك؟ تعالي احضرينا يا فتون، عايزين نحدد ميعاد عشان الحسن وابوي يجوا يقابلوك انت وعلي. مالك محروقه كده ليه يا بنت؟ لا، ما باخدش رايك. الموضوع ده اتكلمنا فيه وخلصنا. نتكلم تاني. اختك الكبيره وجوزها، نتكلم تاني وتالت. طب بصوا بقى، لو ما قابلتوش الحسن وعملتوا معاه اللي المفروض يتعمل، لاتجوزوا من بره بره. اصل انا مش مزنوقه لحد. قلت ايه يا فتون؟ خلاص خلاص. الاسبوع الجاي. مبسوطه؟ أنا تمام. مبروك علي. الشاي يا راشد. مش هشرب. راشد. سلام. مش هينفع طبعا اللي انت بتقوليه ده. أنا آخر مرة اتكلمت معاكي في الحوار ده، قلت لي تعيديه وتزيدي فيه تاني. يا ست أنا حر. أنا حر أعمل اللي أنا عايز أعمله. إيه ده، أنت بتاخدي كوك؟ مش هينفع كوك؟ يا ريت يا ابني. هو حد لاقي كوك ده؟ انا ما جربتوش غير مره واحده بس، بصراحه بيعمل دماغ عظيمه، بس مش عارفه اعملها تاني. ده بقى
تاني دي هروين يعني؟ بس ده خطر جدا. فكك بقى من الكلام ده. خطر ايه يا ابني؟ انا بقالي اكتر من 4 شهور بضرب ومفيش اي حد واخد باله من اي حاجه حتى انزل. انت دي بقى لها 10 سنين والست تمام هي مفيش اي حاجه. سلام سلام. انت ده ايه بوجع دماغ نفسك على ايه؟ ايه ده يا مو؟ هو انت كمان بتعمل كده؟ دماغ حلو قوي غير الهاش خالص. جرب لو ما عجبكش فاكس. لا يا جماعه انا مش حامل اللي انتوا بتعملوه ده. ده ممكن بيتاخد انجكشن صح؟ ويبوظ شكل بقى جسمي وشكل الجلد ومكان الحقن. لا 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 ولو جربت انا مش هبطل الجو ده. يوغتي ايه ده اللي بيتاخد انجكشن؟ يا ابني فكك بقى من الكلام بتاع التوك شوز وما تعرفش تبطل والهري ده. انت ممكن حتى لغايه بعد التالت مره تبطل عادي على فكره لو انت عايز. وبعدين انجكشن والحاجات دي ده الشغل بتاع العيال البيئه اللي مش عارفين يجيبوا النظيف والبيور اللي احنا بناخده. اللي احنا بناخده ده بقى هو البيور. انا معايا 20,000 واخر اسبوع 22. الله اكبر. وانا معايا 3 يبقوا 26. 26 يبقوا 25. اه 25. وانا مالي ومال فلوسك؟ انا وانت واحد يا ابو علي. انا وانت واحد يا ابو علي؟ لا مش انا وانت واحد يا ابو علي، كل حاجه الا الحكايه دي. يو كل حاجه قفش، كل حاجه قفش. خدي هنا رايحه فين؟ انا رايحه بتوعي. انا رايحه. طب بعد الجواز مفيش شغل كمان على فكره؟ لا والله لا انا هشتغل ومش هسيب الشغل. مش هتشتغل؟ لا هشتغل. انا بشتغل من وانا صغيره ومش هيحصل. طب انت عارفه انا مش عايز تشتغلي ليه؟ ما يهمنيش قعدني. يا بنت عشان بغير عليك. طب مش كنت تقول كده من بدري؟ يا سلام فرقت يعني؟ اه طبعا تختلف بزياده يعني. تختلف بزياده يعني. المهم نرجع لمرجعنا. هنجيب ب 8000 جنيه شبكة ونجيب شوية أجهزة ونظبط أوضة النوم ونروق الشقة والدنيا تبقى 8000 جنيه شبكة ليه؟ ده كتير طبعا. هما دبلة وبيشتروا سلسلة صيني وبس. هو كان حد يعني هيبص على ختم الذهب؟ يا بنتي ده أنت تستاهلي وزنك ده. ما تلبسي دهب زي بقية الناس. بص يا حسن أنت لما تروح عند علي وفتون البيت لا تقول هنجيب شبكة بكام ولا عفش بكام. تيجي أنت وأبوك تشربوا الشربات ونقرا الفاتحة وزغروتين وخلصنا ماشي؟ عايزة حاجة تاني؟ عايزة كولا. عايزة كولا؟ حاضر. ايه كمان؟ عايزة نتجوز بسرعة يا حسن. عايزة ابقى جنبك. يا لهوي. يو بقى. طب يلا عشان اروحك. ماشي يلا بينا. علي نفسي اخرج معاك. حضر لك الخير يا اخويا. هو انتوا لسه ما جهزتوش؟ ده حسن كلمني وقال لي انه زمانه على وصول هو وابوه. الدنيا ما طلعتش يا عسليه. هكمل السيجاره واقوم. براحتك يا حبيبي. براحته ايه؟ هو انت لسه هتاكلي وتاكلي؟ ما تقومي تجهزي. ما تقومي يا علي. خد يا اخويا. خد. مال؟ حاضر. جرى ايه؟ في ايه؟ مالك باين عليكي قوي. اللي هو؟ انك واقعه في غرام حبيب القلب ومستربعه. مستربعه الحلال يا فتون. تبنا الى الله. اللهم صل على النبي. يا رب يدوم ويا رب الليله دي تعدي على خير ومحدش فيكم يقول كلمه تبوظ القعده. بصي بقى يا اختي. اصل انا من ساعه ما شربت السيجاره دي وانا في حاجه في دماغي بتدور كده. سؤال نفسي اسالهولك. هو انت هتروحي تعيشي مع ابو حبيب القلب وتشتغلي خدامه؟ يعني لا هتشتغلي ولا هتروحي ولا هتيجي خدامه من ابو بلاش يعني؟ انا اي حاجه هتحصل لي يا فتون احسن لي من قعدتي معاك انت وجوزك والناس اللي خارجه داخله عليكم كل يوم. لا بصراحه متربية. أنا هخش أجهز ووعي أي كلمة تبوظ القعدة. مساء. اسلم يا عم. فين راشد؟ راشد قال يبوظ علينا كلنا عشان بنت فتحتها النهاردة. لا ربنا. وربنا خش له. ولا والعصفورة اتقلت منك يا حلو. خش يا ولية جوه ده ما اطلع عوارك. راشد.
ده بجد؟ ليه ضرب الغباوة ده بس يا صاحبي؟ راش الكلام صحيح. قوم يا راش، مفيش نتايج تستاهل وربنا قوم. عسلية تستاهل يا عم، مش شايفاني اصلا وعاجبها الواد الملزق ده. قوم يا راشد، قوم يا راشد، خلاص البيت فتحتها بتتقري ولا كلها بتتكلم. قوم سيبني اونش دلوقتي بقى وامشي. انا قلب عليك يا صاحبي. قوم يا راشد سيبني اونش دلوقتي. خلي عينك عليها عوض. تمام. ولا الضالين. آمين آمين. ألف مبروك يا أولاد. ربنا يبارك فيك يا عم جميل. آمين. إيه هتتجوز إمتى؟ ولا السؤال ده ماليش حق أتكلم فيه؟ لا ليك فيه، اسأل براحتك يا علي. إن شاء الله يا عم علي شهرين والشقة تبقى زي الفل، تنزل العروسة تجيب أوضة نومها زي ما هي عايزة. كده كده على السخ. وأنت موافقة يا أختي باللي بيقوله ده؟ أنت بتسأليها؟ تلاقيها هي اللي عايزة كده أساساً. وماله؟ خير البر عاجله، وإحنا عايزين إيه غير سعادتهم وهناهم؟ وأنا حاجة مطبخي كلها جاهزة زي ما قلت لك يا الحسن. وأنا هجيب نص نقل ونشيل كل حاجة مرة واحدة، بس نخلص بعد الشقة. مش هتزغرتي يا فتون؟ لا 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 راح فين بس يا راشد؟ عشان بلبع لك شريتين احمر وازرق. الله يخرب بيتك، احمد ربنا يا جدع ان انت لسه واقف على رجلك. بس اطلع ورك. راح فين بس يا راشد؟ اه على وسخ. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ يلا يا عم راشد، يلا يا ابني من هنا لعورك. انت طف تحب هنا؟ يلا الحارة وسخة صحيح. بص جوه يا بص جوه. يا مساء فوكس صاحبي الكبير. ازيك يا علي؟ سيد المعلمين. اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونه اصرفها والباقي عندي. هتبقي 7 يا علي؟ كتير. حبيبك عيسى يا معلم، تقول له لا؟ ماشي. زلطه قوم يا معلم، تعالى هات كرتونه سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعده وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي؟ روي. سلام يا روي. سلام يا علي. Thank you.
حلو باشا، اتفرجوا معانا حاجة. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ اقعد. شوكولاته. لا عسل. ايه دي اختك؟ ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. ما انا قلت لك شوكولاته. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تتاجر على قدك؟ هتوهم. لو سمحت مكتب وكيل النيابة منين؟ قدام على الشمال. يلا اخويا منك ليا. استنى يا اخي. يلا اخويا. انا لسه كلام شادي يا فدون. ايوه يا اختي ايوه. وداك ازاي يا فدون؟ الله يلعن اليوم اللي عرفناك فيه. ما تخافيش، انا قلت الحاجات دي كلها بتاعتي. اختك طالعه. راشد فين؟ ما بيردش على تليفونه من الصبح، تلاقيه عارف اللي حصل لك فقال لك اخلع. اخلع؟ كلبشات يا فتون. يا لهوي يا فتون يا لهوي. استنيني يا اختي. استناكي يا اختي، اروح فين؟ اوعى تمس. يا عسل. ايه؟ الحقني يا راشد، فتون وعلي في النيابة. ايه؟ شفت اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخوي. علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ لو التليفون اللي جالنا خلاها ننظف المطرح كنا زماننا اتلطينا. ماشي. راشد يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. بص يا زلط يا حاجه. يا ابو هناء، يا ابو هناء، بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايل لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك؟ مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني، اشتريها انا؟ الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل. وابن عمك طلع عجله. تمام. اقعد يا ونش. خد على خطه. سلامة خطوة. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسلية، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي،
حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اختي فتون علي عامله. قررنا نحن خالد عبد المنعم رئيس نيابه بولاء اخلاء سبيل فتون سعيد من سرايا النيابه ما لم تكن مطلوبه على ذمه قضايا اخرى، كما قررنا استمرار حبس المتهم علي اسماعيل شلبي الشهيب روي 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد في المعاد. حصل ايه يا اختي؟ الحمد لله افراج يا اختي بس من الايدز. كنت فين يا راشد؟ كنت عند ابو هناء بعد ما انت اتمسكت. الحكومه كبست عليه ما لقتش عنده حاجه. ابو هناء؟ ابو هناء ده اللي فتش عليه في المحضر هيضيع لي الراجل. يا ستي مش هو اللي وصل له انك قلت في الاسم ان الحاجه من عنده؟ قلت ولا ما قلتش؟ يلا انت هتوتر. حاضر روح معاه الاسم يلا وروحها. حاضر روحها. خلي بالك من نفسك يا اخويا. ساعه واجي لك الاسم. انت بس ليه مات؟ عندي مشوار ضروري هعمله واجي لك على طول. همشيك معاك اهو ماشيين معاك. استهدي بالله يا عم جميل واحتسبه عند ربنا في الجنه. محتسب مين؟ والحسن فين؟ الله يرحمه الله يرحمه يا بنتي. هو خطيبك؟ الله يرحمه. بس الحسن فين؟ لا اله الا الله وحيد الله. بس الحسن فين؟ انت ماشي في نفسك كده. الحسن فين يا عم جميل؟ قتلوه ورموه تحت الكوبري يا عسلي. شكرا.